سلام البنات، وكاملي راهي تبع في قناتي. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده وانتم تشاهدوا في لا فيديو تاع اليوم اللي خصصها لهذا سوان ماجيك من لوريال السيف. وقبل ما نبدا في شرح هذا السوان، ما تنسوش حبيباتي جيم والاشتراك في القناه فضلا بالضغط على زر الجرس هكذا باش يوصلكم دائما الجديد. في لا فيديو تاع اليوم غادي نتكلم لكم على هذا لو سوان ماجيك، العلاج السحري 8 ثواني. هذا ايدغاتاسيون انستونتاني اسيد ياليرونيك، تعطي ترطيب مكثف للشعر الغني بحمض الياليرونيك او اسيد ياليرونيك. جاي تركيبته جايه بدون سيليكون، سون سيليكون. سوان اغنسي بعد الاستعمال، تغسلوا شعركم. هاد لو سوان خاص بلي شوفو ديزيدغاتي فاتيكي، بالشعر اللي يكون ناشف ومحتاج للتطريه، وكذلك للشعر التعبان اللي يكون تعبان بزاف من السبايغ. هاد لو سوان فيه 200 مليليتر. هذا العلاج البنات في 8 ثواني فقط يحول شعركم من شعر ناشف تعبان الى شعر رطب صحي وقوي، لاحتوائه على حمض الياليرونيك اللي يساعد على ترطيب خصلات الشعر ويخلي الشعر دائما يظهر بمظهر ناعم ورطب، كما انه مغذي للشعر ثاني. هذا العلاج ضافوه لا بروميير فوا لا غام، راني سبقت ودرت عليها اون فيديو اللي تحتوي على شامبوان ماسك وسيروم، غادي نحط لكم في الصورة، وإذا حبيتوا تشوفوا لا فيديو راهي في القناة. هذا العلاج ديزويت فوا بلوس ديدغاتاسيون اي 5 فوا بلوس دو بريونس، يطري ويرطب الشعر ويمنحو اللمعان، وخاصة اللي يكونوا دايرين اللي ماشي يخلي الشعر يبري. طريقة استعمال هذا لو سوان، تحطوا منه اون دوز على الطول تاع الشعر يكون مبلل، لي لونغور ايميد على بعد الشامبو، عفوا بعد اللي تستعملوا الشامبو، والافضل يكون من نفس لاغام هكا باش يعطي مفعول جيد. وتماسوا شعركم بوندون 8 ثواني 8 ثواني، ثم تصفوه او تغسلوه. واذا كان عندكم لي شوفو لون او ايبي تقدروا تضيفوا اون دوز سوبليمونتير. كي تستعملوا هذا العلاج غادي تحسوا بواحد الحراره خفيفه، اون ليجير سونساسيون دو شالور، بصح نورمال عادي لانه البرودوي بدا يدير فليفي تاعو او المفعول تاعو. الريزلت تاع هذا لو سوان البنات، شعركم يولي ناعم الملمس بعد البروشينغ، شعر رطب صحي قوي معالج. هذا لو سوان لو بري تاعو 8 يورو 90 سنتيم، من 1800 دينار. هذه كانت ريفيو على هذا العلاج السحري من السيف، نتمنى تكون عجبتكم. نلقاو في فيديو جديده باذن الله، ومع السلامه.